السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة طلبات الصف الخامس، أهلا بكم مرة تانية مع درسنا التاني في الوحدة السابعة واللي كان عنوانها Homes in Egypt. طبعا عنوان الدرس بتاعنا My Perfect Room، يعني غرفتي المثالية. طبعا تعالوا نشوف يلا الكي فوكابيلاري بتاعتنا، أهم الكلمات. بس يلا قبل ما نبتدي، لو ما كنتش مشترك في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية إن شاء الله. ولو حابب تدعم القناة ممكن تدخل على زر الانتساب وتدعم قناتنا عشان نقدر نستمر معاكم إن شاء الله. طبعا أول كلمة معانا حبايبي هي كلمة ديسك. ديسك، بوسترز بوسترز، فيديو جيمز فيديو جيمز فيديو جيمز، سمايل سمايل، comfortable comfortable comfortable، dangerous dangerous dangerous، chairs chairs chairs، perfect perfect perfect، reason reason reason، make friends make friends make friends. طبعا حبايبي في الجزء الثاني بيديني اهم الصفات وعكسها. طبعا وعكس الصفات دي كلها بيجي بان انا احط prefix، يعني بادئه. البادئه دي اللي هي اليو والان. كلمة prefix يعني بادئة، بتيجي حرف أو حرفين أو ثلاثة في أول الكلمة عشان يدينا معنى آخر للكلمة أو مشتق من مشتقتها. عندنا كلمة lucky، lucky يعني محظوظ، عكسها unlucky، unlucky يعني غير محظوظ. comfortable comfortable uncomfortable uncomfortable يعني غير مريح. safe safe unsafe unsafe يعني غير آمن. happy happy unhappy unhappy يعني غير سعيد. friendly friendly unfriendly unfriendly يعني غير ودود. fair fair يعني عادل. unfair unfair يعني غير عادل. يبقى لاحظ اليو ان دايما بتدينا عكس الكلمه. kind kind unkind unkind. usual usual unusual unusual. تعال نشوف حبايبي يلا listening text واللي بيكلمني فيها عن غرفة النوم، يعني واحد بيوصف غرفة النوم بتاعته. بقول I love my bedroom، يعني انا حابب جدا غرفة النوم بتاعتي. I share it with، يبقى انا عايز الاحظ ان share بتاخد حرف الجر with. I share it with my sister، يعني انا بشاركها مع اختي. on the right يعني على اليمين، يبقى لازم اخلي بالي ان right بتاخد حرف الجر on. on the right يعني على اليمين. there is my bed، في سرير. with a desk next to it يعني وجنبه كمان في مكتب. on the left يعني على الشمال، يبقى شكل ما قال لي on the right قال لي on the left يعني على اليسار. there is my sister's bed، في بقى سرير اختي. in the middle، خلي بالك ان middle بتاخد حرف الجر ان. in the middle حبيبي يعني في المنتصف. of the room، في منتصف الغرفة. there is an armchair with two cushions، يعني فيه كرسي بزراعين وكمان عليه مخدتين او وستين. and a big closet، قلنا الكلوزت حبايبي اللي هي خزانة الملابس. on the wall يعني على الجدار وعلى الحيطة. there are lots of posters of animals، يعني فيه بوسترات كتير، صور كتير لحيوانات. طبعا مهم جدا حبايبي ان انا اعرف بقى البربوزيشنز دي. on the right يعني على اليمين. on the left يعني على الشمال. in the middle of يعني في منتصف. in the middle of the room يعني في منتصف الغرفة. on the wall يعني على الحائط. قلنا حبيبي ان البريفيك يو ان بتدينا معنى not يعني النفي. وشكل ما قلنا happy يعني سعيد، unhappy يعني غير سعيد. comfortable مريح، يبقى uncomfortable غير مريح. طبعا بقول هنا he looks unhappy، he looks unhappy يعني هو يبدو غير سعيد. يعني he doesn't look happy، he doesn't look happy يعني هو لا يبدو سعيدا. تدينا نفس المعنى. طبعا هنا حبايبي مديني معاني الكلمات الميننجز بتاعت الوردز اللي بتبدا ب un. unfriendly يعني not kind to someone، يعني مش طيب مع اشخاص. uncomfortable يعني غير مريح. something that doesn't feel nice، يعني حاجه كده الاحساس بيها مش جيد. to sit on or wear on your body، يعني حاجه كده مش مريحه لما تلبسها او تقعد فيها او تقف فيها او تنام فيها. كل ده بقول عليه uncomfortable يعني غير مريح. عندنا كلمة unlucky. unlucky حبيبي يعني غير محظوظ. something bad happens to you without a reason، حاجة كده سيئة بتحصل لك من غير اي سبب. unsafe يعني خطير ودي معناها dangerous. unhappy يعني غير سعيد ودي معناها سعيد حزين. unfair يعني غير عادل ودي معناها something that happens that isn't morally right or fair، يعني حاجة غير صحيحة أخلاقيا أو غير عادل. تعالوا حبايبي يلا نشوف الكويز اللي مدهالي على معاني الكلمات. number one بقولي what does the prefix un mean. قلنا un دي حبايبي معناها not يعني نفي.
اللي بعدها بيقول what does the word unsafe mean. unsafe قلنا يعني غير آمن أو خطير، معناها إن هو not safe. not safe يعني غير آمن. number three بيقول she was a when she didn't get her birthday present. يعني هي كانت يا حبيبي لما ما حصلتش على هدية عيد ميلادها أكيد هتبقى unhappy. unhappy حبيبي يعني غير سعيدة يعني sad. number four بيقول you can find the box يعني أنت تقدر تلاقي الصندوق. the right next to the table. يبقى هنا مهم ان نعرف ان the right بتاخد حرف الجر on the right حبيبي يعني على اليمين. number 5 well there is a table the middle of my room. طبعا قلنا the middle بتاخد حرف الجر in the middle يعني في منتصف. number 6 well there is a poster on the wall. اكيد طبعا على الجدار او على الحائط اسمها on the wall. طبعا هنا بيقول حط البريفيكس un عشان تدينا عكس الكلمات دي. قلنا kind حبيبي عكسها unkind يعني مش طيب مش عطوف. friendly عكسها unfriendly. unfriendly حبيبي يعني غير ودود. عندنا comfortable يعني مريح عكسها uncomfortable. uncomfortable يعني غير مريح. عندنا حبيبي كلمة fair يعني عادل عكسها unfair يعني غير عادل. عندنا usual يعني معتاد عكسها unusual يعني غير معتاد. عندنا lucky محظوظ عكسها unlucky يعني غير محظوظ. unlucky يعني غير محظوظ. تعالوا حبايبي يلا نشوف الجزء الثاني من درسنا الثاني واللي بيقول لي howler monkeys in the jungle. بيكلم لي عن قرود العقاء in the jungle وطبعا دي قرود صوتها عالي جدا. تعالوا يلا نشوف اهم الكي فوكابلري اللي هو مدهالي. عندنا كلمة scientist يعني عالم. scientist research family groups يعني مجموعات عائلية. younger local villagers frightened howler monkey وده قرد العواء وده قرد امريكي. path يعني طريق. تعالوا حبايبي يلا نشوف الاكسترا فوكابولري اللي هو مديها لي. عندنا كلمة friendly يعني ودود. friendly suddenly فجأة. case حقيبة. garbage يعني قمامة. uncle يعني عم أو خال. everywhere يعني في كل مكان. indeed airplane يعني طائرة. frightening يعني مفزع مخيف مرعب. deep يعني عميق. jungle يعني غابة. sculpture يعني تمثال. work يعني عمل. south america يعني جنوب أمريكا. تعالوا نشوف يلا اهم تصرفات الافعال اللي هو مديها لي. اول كلمة start يعني يبدأ. started وده فعل عادي. looked missed tried. لاحظ اني قلب الواي لاي دي عشان قبلها حرف ساكن consonant. smiled happened traveled lost sit sat leave left go went do did till told no new. تعال حبايبي يلا نشوف اهم الاكسبريشنز اللي هو مديها لي. عندنا كلمة go back يعني يعود. interested in يعني مهتم بي. look for يبحث عن. carry away down to يعني احمل بعيدا الى. come toward يعني يأتي باتجاه. sit out يعني انطلق. go forward يعني تقدم للأمام. nearby يعني بالقرب من. all over Egypt يعني في كل أنحاء مصر. heavy rain يعني أمطار غزيرة. طبعا مدينا حبايبي المين بوينتس on listening and reading text. بيقول لي إن my uncle is a scientist يعني عمي عالم. my uncle loves animals يعني بيحب الحيوانات. he was interested in يبقى أنا لازم أخلي بالي إن كلمة interested ليه مهتم بتاخد preposition بتاع in. howler monkeys يعني قرود العواء. he wanted to do some research into their family groups. كان عايز يعمل بحث عن المجموعات حبايبي العائلية بتاعتهم. تعال نشوف يلا التكست بتاعنا. بيقول لي my uncle is a scientist عمي عالم. and loves animals وبيحب الحيوانات. when he was younger لما كان صغير. he traveled a lot in South America يعني كان بيسافر كتير في جنوب أمريكا وأمريكا الجنوبية for work للعمل. he loved it there كان حابب
العمل هناك. Because the people were very friendly. طبعا الناس كانت ودودة. And helped him with his work. كانوا بيساعدوه في العمل بتاعه. Then about 3 years ago. ومن 3 سنين تقريبا. Something frightening happened to him. في حاجة مخيفة كده حبيبي حصلت له. بيقول لي he was very interested in howler monkeys. كان مهتم جدا بالقرود من نوع لواء دي. And wanted to do some research into their family. كان عايز طبعا يعمل بحث على مجموعتهم العائلية. A local villager told him where there was a howler monkey family nearby and he was very happy. طبعا واحد من سكان القرى المحليين قال له فين ممكن يلاقي حبيبي النوع ده من القرود, هو كان سعيد جدا. But the villager also said tomorrow we're going to have a lot of rain so it could be unsafe. قال له بس خلي بالك احنا بكرة الدنيا هتمطر عندنا بغزارة فممكن يكون الجو غير آمن. My uncle set out to look for the howler monkey family and soon he was deep in the jungle. وبعدها دخل بعمق في الغابة. He could hear the monkeys and he looked up. طبعا بص كده فوقه. He knew he was very close to them. عرف ان هو قريب منهم. Then the rain started. بدأت الدنيا تمطر. It was very heavy rain. وكانت مطرة غزيرة جدا. So there was water everywhere. كان في مياه في كل مكان. And he couldn't see the path. ما كانش عارف يشوف الطريق to go forward or back. ما عرفش ولا يتقدم ولا يتأخر. Suddenly lots of water came toward him. مياه كتير جيت عليه. And carried him away down to the river. وحملته أسفل. فالنهر. He was very frightened. كان خايف. Suddenly وفجأة he saw a hand and someone was shouting. شاف يد كده حبيبي وفي حد كان بيزعق. It was the villager. كان أحد سكان القرية اللي هو شافه قبل كده. He took uncle's hand and said now you are safe. خد بإيده كده وقال له دلوقتي أنت في أمان. My uncle was very happy indeed. وعمي كان سعيد بالفعل. طبعا حبيبي في الأسئلة تحت بقول ما uncle is a. طبعا my uncle is a scientist. He traveled a lot in South America for. طبعا كان بيسافر جنوب أمريكا طبعا ليه حبيبي for work للعمل. طبعا حبيبي في الوحدة دي بيراجع لي تاني على past simple tense زمن الماضي البسيط. وشكل ما احنا عارفين حبيبي ان زمن الماضي البسيط بيتكون من التصريف التاني للفعل. والتصريف التاني للفعل ده بيبقى ليه شكلين اتنين. يا اما شكل regular يعني منتظم. يعني ايه منتظم حبيبي؟ يعني باضافة دي او اي دي او اي اي دي او بيضاعف ويحط اي دي. كل ده حبيبي بقول عليه regular verb يعني فعل منتظم. يبقى طالما لقيت اصل الفعل مزود له دي او اي دي او اي اي دي فعلى طول بعرف ان الفعل ده regular. وregular حبيبي بمعنى منتظم. طبعا معظم الافعال بيزود لها اي دي. طالما الفعل ما بينتقيش بايه بيزود له اي دي. شكل look looked watch watched زودت هنا اي دي فقول عليه منتظم. طيب اذا انتهى الفعل بايه حبيبي بحط له دي فقط. شكل bake baked close closed يبقى اذا انتهى الفعل بايه بحط له دي. طب يا مستر لو هو ما بينتهيش بايه مثلا شكل كلمه hear يعني يسمع وهو زود له دي على طول وبقت heard. قال لك لا يبقى كده شاذ عشان انا ما بزودش دي الا لو انتهى الفعل بايه فقط لا. قلنا حبيبي الواي اذا انتهى الفعل العادي بواي بيبقى ليه شكلين اتنين. يا اما هحط الاي دي على طول يا اما هقلب الواي دي لاي. طيب ده بيعتمد على ايه؟ قال لي بيعتمد على اللي قبل الواي. الحرف اللي قبل الواي. لو كان اللي قبل الواي حرف ساكن حبيبي هنا يبقى لازم اقلب الواي لاي وازود الاي دي بتاعتي. شكل ستادي ادي الدي ساكن. ستاديد طبعا قلبت الواي لاي. كاري يحمل قلبت الواي لاي عشان الار ساكن. لكن حبايبي كلمه شكل كلمه بلاي. هتقول لي يا مستر هنا زودت اي دي على طول ما قلبتش الواي ليه؟ اقول له عشان قبلها vowel sound or vowel letter يعني حرف متحرك مش حرف ساكن فبالتالي ما بقلبهاش واحط الاي دي على طول. بس في كل الاحوال بقول على الافعال دي كلها regular verbs يعني افعال عاديه سواء زودت دي اي دي اي دي او ان انا ضعفت
وحطيت الايدي يعني اضعف مستر. قال لي اذا انتهى الفعل بحرف ساكن قبله حرف متحرك بضعف الحرف الاخير شكل كلمه ستوب، وده في الكلمات اللي فيها مقطع واحد. ستوب ستوبت، دروب دروبت. لاحظ هنا ضعفت عشان بينتهي الفعل بحرف ساكن، والحرف الساكن ده حبيبي قبله حرف متحرك فبالتالي بضعف، وده في الافعال ذو المقطع الواحد. اما النوع التاني بقى من الافعال حبيبي فهو الافعال الشاذة. وقلنا الفعل الشاذ حبيبي يعني الفعل اللي ما ينفعش ازود له دي ولا اي دي على اصله عشان اجيب الماضي، بلاقيه يتغير شكله او شكل ما هو ما بيتغيرش. مديني امثلة، شكل come came، هنا حبيبي يدوب غيرت الاو بقت a يعني شكل الفعل اتغير. شكل eat ate go went فعل تاني خالص ملوش علاقة بالاولاني. sit sat هنا شكل ما هو. know knew اتغير حرف واحد. meet met till told buy bought. يبقى كل دي حبيبي كلها بقول عليها افعال شاذة. ليه؟ هقول له لان اتغير شكلها او خليتها شكل ما هي، ما زودت لهاش دي ولا اي دي. طيب قال لي لما نيجي ننفي الجمله في زمن الماضي حبيبي بعمل ايه؟ قال لي لما اجي انفي الجمله في زمن الماضي بحط قبل الفعل didn't وبرجع فعل ده لمصدره. مثال لما يجي يقول لي he didn't study his lessons yesterday، يبقى لاحظ يبقى انا نفيت ب didn't، ما ينفعش اجيب بقى ماضي حبيبي، لازم مع didn't الفعل بيرجع لمصدره. اصل الجملة دي كان ايه؟ كان he studied يعني هو ذاكر، his lessons يعني دروسه. طبعا لما جيت انفيها قلت didn't قبل الفعل، وهنا بقى لازم ارجع الفعل لمصدره. مثال تاني I didn't send، هنا لما اجيب didn't ارجع فعل لمصدره. طب she didn't go، هنا لما اجيب didn't ما ينفعش اجيب went، لازم اجيب go. قلنا حبايبي كل الافعال اللي في زمن الماضي بنفيها بكلمه didn't الا was and were. was were طبعا لان النفي بتاع was wasn't والنفي بتاع were weren't. يعني لو انا اديتك جمله شكل كده وقلت لك I was happy، I was happy حبايبي يعني انا كنت سعيد، وقلت لك انفهالي ما ينفعش اقول هنا بقى didn't، هقول I wasn't happy. I wasn't happy يعني انا ما كنتش سعيد. يبقى اذا كل الافعال اللي في الماضي بنفيها didn't الا was were. was بتبقى wasn't، were بتبقى weren't. قلنا حبيبي بقى الكلمات اللي انا بشوفها بعرف ان انا بتكلم في زمن الماضي هي الكلمات اللي بتدل على الماضي. شكل in the past، yesterday، this morning، in واي سنة في الماضي، last، شكل last year و last month و last week و last Sunday. اي last مع وقت على طول ده من علامات الماضي البسيط. فلو قال لحبيبي I go ولا went to school yesterday طبعا هنا لازم اقول له went. هيقول لي ليه خدت went؟ هقول له لان في yesterday و yesterday من علامات الماضي البسيط وكذلك اي علامه من دول، لو شفتهم على طول بروح لزمن الماضي. تعال حبيبي بقى نشوف الكويز اللي هو مديها لي في صفحه 30 على زمن الماضي البسيط. بيقول لي yesterday our family ate to our new house in Alexandria. هقول له هنا yesterday من علامات الماضي فلازم اختار moved. نمبر 2 بيقول لي علي to Alexandria with his family last month. هقول له في last month من علامات الماضي فلازم اختار drove. ولو سألتك دروف دي فعل عادي ولا شاذ هتقول لي اكيد شاذ. نمبر 3 بيقول لي she didn't the film yesterday. هقول لك طالما جاب لي didn't يبقى لازم ارجع فعل المصدر، وفين المصدر؟ هتقول لي سي. نمبر 4 بيقول لي the children their mother at home yesterday. هتقول لي yesterday دي من علامات الماضي فبالتالي هختار helped، وhelped معنى ساعده. نمبر 5 بيقول لي I eat pizza last weekend. هتقول لي طبعا last weekend دي من علامات الماضي طبعا، وهنا نفي في الماضي بيبقى بكلمة didn't، بس لازم اتأكد حبايبي ان في برافو عليكم فعل في المصدر عشان اجيب قبله كلمة didn't، فهقول I didn't eat pizza last weekend. تعالوا حبايبي يلا بقى نشوف الجنرال اكسرسايزز اللي هو مديها لي على الدرس التاني. تعالوا اول سؤال يلا بيقول لي listen and complete، يلا استمع وكمان اكمل. طبعا حبايبي بيقول لي I love my apartment، انا بحب شقتي. I share my bedroom with my sister يعني انا بشارك غرفتي مع اختي. in the middle of the room there is an armchair يعني في منتصف الغرفة في
كرسي بذراعين. There are two cushions, في كمان وستين on the armchair. On the wall there are lots of posters of animals, يعني على الحيطة في صور كتير لحيوانات. طبعا هنا بقول له I am my bedroom with my sister, أكيد حبيبي I share, وshare حبيبي معنى يشارك. Number two بقول in the middle of the room, يعني في منتصف الغرفة there is an, أكيد an armchair, وأن armchair حبيبي بمعنى كرسي بذراعين. Number three بقول there are two A on the armchair, قلنا there are two cushions, قلنا cushions حبيبي اللي هي الوسادات. طب تعال نشوف number four بقول on the wall there are lots of A of animals, طبعا قلنا lots of posters, قلنا posters حبيبي اللي هي الصور او الملصق. تعالوا يلا حبيبي نشوف السؤال التاني بقول what things make, يعني ما هي الاشياء. طبعا ده سؤال يبقى what things make your bedroom perfect, يعني بتخلي غرفة نومك رائعة ومثالية. Number two بقولي there are two, وطالما قالي there are two أكيد هجيب له وراها اسم جمع فهقول there are two cushions on the bed, يعني فيه وستين على السرير. Number three بقولي he looks unhappy, يعني هو يبدو غير سعيد. Because ليه حبيبي؟ أكيد because he lost his bag, لأنه فقد الشنطة بتاعته. Number four بقولي unfriendly means not, unfriendly يعني غير ودود, معناها أنه not kind to someone, يعني ليس طيب مع شخص ما, يبقى دي هكتب عليها number 4. number 5 بقولي it's unsafe to, يعني مش آمن أو خطير to a, أكيد to swim at night, إنك تعوم أو تسبح بالليل. هنشوف يلا القطعة بتاعتنا. بقولي my uncle is a scientist and loves animals. When he was younger he traveled a lot in South America for work. He loved it there because the people were very friendly and helped him with his work. Then about 3 years ago something frightening happened to him and he was lucky. He loved to tell me about it. He was very interested in howler monkeys and wanted to do some research into their family groups. A local villager told him where there was a howler monkey family nearby and he was very happy. But the villager also said, tomorrow we are going to have a lot of rain so it could be unsafe. تعالى حبيبي يلا نشوف السؤال الأول. بيقول لي the main idea of the text is about, بيقول لي إن الفكرة الرئيسية في النص ده عن إيه؟ أكيد a scientist loves animals, يعني عالم بيحب الحيوانات. Number two بيقول لي the underlined word friendly means, friendly حبيبي معنى إيه؟ أكيد kind, وkind معناه طيب. Number three بيقول لي why did uncle want to do research about howler monkeys, ليه هو كان عايز يعمل بحث عن الهاولر مونكيز. طبعا اكيد هقول because he was very interested in them, طبعا لانه حبيبي كان مهتم بيهم. Number four بيقول summarize, كلمة summarize حبيبي دي معناها لخص. تاني summarize معناها لخص, the second paragraph in one sentence, بيقول لخص الباراجراف الثاني في one sentence, يعني في جملة واحدة. طبعا حبيبي ممكن ألخص الكلام ده ان انا اقول my uncle, يعني عمي, wanted to do research, يعني حبي يعمل بحث about howler monkeys and a villager, يعني احد سكان القرية, told him about their place, يعني قال له عن مكانهم. تعالوا نشوف حبايبي يلا سؤال الترتيب. واللي came by Egypt they to airplane, اكيد انا عايز اقول ان هم جم مصر بالطيارة, يبقى هقول they came to Egypt by airplane. By airplane يعني بواسطة الطائرة. Number two عندنا there وon وapark وis وthe وright. أكيد هقول there is a park on the right. There is a park on the right يعني في حديقة على اليمين. Number three عندنا armchair is this uncomfortable very.
طبعا عايز اقول ان ده كرسي غير مريح، اذا هقول this is. طبعا هنا حبايبي مفيش اي، يبقى خلاص هبدأ ب this arm chair. this arm chair يعني هذا الكرسي. is very uncomfortable. uncomfortable يعني غير مريح. حبايبي لو في a، يعني لو في a أداة النكرة دي، كنت قلت this is a very uncomfortable chair. أما طالما مش جايب لي A فهقول this armchair is very uncomfortable. number 4 عندنا didn't، عندنا the، عندنا right، I answer and no. طبعا عايز أقول أنا ما عرفتش الإجابة الصحيحة، فإذا هقول I didn't know، يعني أنا لم أعرف the right answer، يعني أنا ما عرفتش الإجابة الصحيحة. تعالوا يلا نشوف مع بعض سؤال punctuation. بيقول لي it was very heavy rain yesterday. طبعا الاي بتاعت it capital عشان في اول الكلام، was ما فيهاش اي حاجة. very heavy rain yesterday، وفي الاخر حبايبي احط الفول ستوب بتاعتي. number 2 بيقول لي ريم is very friendly. طبعا الار بتاعت ريم capital عشان في اول الكلام وكمان اسم شخص. is very friendly، وحط الفول ستوب بتاعتي تاني. الار بتاعت ريم كابيتال وفي الاخر فول ستوب. thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. ولو حابب تدعم القناة ممكن تضغط على زر الانتساب. شير لكل زمالك عشان الكل يستفيد. جود باي، السلام عليكم.